هنا يا باشا، هنا يا باشا، انا مش قادر اخد نفسي. نستريح شويه بقى. هنريح، هنريح هنا شويه. يلا. الجماعة بيسلموا عليكي يا حجة فاطمة وبعتولك الأمانة هي. بالأول طمني عليهم، إن شاء الله يكونوا نجحوا في العملية بتاعتهم. الحمد لله، هن خلصوا مهمتهم وطلعوا برات الحدود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس مش المفروض كانوا يرجعوا على هون؟ ما كان بينفع يا حجة، نحن هربناهم من الحدود اللبنانية، وبعدين رح يقابلهم أبو وهدان وهو رح يتصرف معهم إن شاء الله. يا رب يا رب يوفقكم. يا سلام على كوباية شاي دلوقتي مظبوطة، الواحد يدفع فيها مليون جنيه. مليون جنيه في كوباية شاي يا باشا؟ ده أنا بقالي 16 سنة بسحب شاي من القهوة ما دفعت 6 جنيه. بص يا عبد الجليل، الحاجات بتغلى وبترخص حسب الوقت اللي أنت عايزها فيه. يعني الملايين اللي معانا دي اللي احنا نايمين عليها وعاملينها مخدات دلوقتي ما تسواش حاجة، بس لما نرجع مصر إن شاء الله بالسلامة حياتكم هتتغير كتير. بقولك ايه يا باشا، دلوقتي احنا كل واحد فينا عارف هيعمل ايه بالفلوس، سعادتك بقى ما قلتلناش هتعمل بيها ايه. الحاجة الوحيدة اللي ما عملتش حسابي فيها، بعد ما هاخد الفلوس دي هعمل بيها ايه؟ تعيش بقى يا باشا وتدلع نفسك. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. انت يا اخي مش هتتصلح وتتعدل خالص. بس بقى يا شيخ حسن بقى، وانا قلت نخالف الشرع؟ يعني انا لو مكان الباشا كان زماني متجوز 4 وقعد بغير فيهم. ما دام قادر ايه اللي يمنعني؟ ربنا يهدي. ساعات يا ابراهيم كنت اسال نفسي، الناس المليونيرات اللي عندها فلوس كتير قوي دول بيعملوا بيها ايه؟ لما الفلوس جت السؤال بقى اصعب. عايزين تعرفوا رأيي ايه في الموضوع ده يا ناجي بيه؟ قول يا نضال. انا رأيي ان الفلوس دي ما تتقسمش، وكل الدولارات اللي معانا دي نعمل بيها مشروع ضخم، وحضرتك تبقى رئيس مجلس الإدارة واحنا شركاء فيه. ايه رأيكم في الاقتراح ده يا جماعة؟ ده اقتراح عظيم، انا موافق طبعا. كل واحد حر يبقى يعمل اللي هو عايزه. يسلم فمك يا باشا. شركة ايه؟ قامت عناصر من حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم،
وتم اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. نعلن نحن حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم، وتم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض حولهم أو استبدالهم بأسرى لبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. الو الو من اخيم عشان معبر التلفزيون لو امتي زي الشيكر. انا بقدر اكد لك انه ما فيش اي جنود عبروا الحدود ولا حتى تركوا مواقع. جيش الدفاع الاسرائيلي حياكد هذا الخبر فورا. لو لو شاول هاي دعاء نخونا مش رح نكذب هذا الخبر. هدول بلادنا، الأسرى هدول لإلنا وبدنا ياهن، في حدا بيسيبونا هدول. بس هدول مش جنود إسرائيليين. القيادة حكت معي هسا وأكدت لي هذا الخبر. أنا بعرف وأنا معكم مع القيادة وبعرف إنه هدول مانن جنود إسرائيليين، بس هدول أغلى من أولادي. هيك زي هدول؟ لأنه هدول هن الثمانية يلي سرقوا البنك. فهمت يا شاول؟ هدول هن الثمانية يلي سرقوا البنك. روح انت ارتاح على ساعتين. يلا اتركني لوحدي. اسمع، خلوا لي رافي